الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإيمان والإسلام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجنا أئمة وعلماء آل البيت، حيث نبقى وإياكم اليوم في بيان بعض أهم مراحل سيرة سيدنا الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر رضي الله عنهما، في بيان السلسلة الذهبية من آل بيت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هو الإمام الصادق شيخ بني هاشم أبو عبد الله جعفر بن الإمام محمد الباقر بن الإمام علي زين العابدين السجاد بن الإمام الشهيد أبي عبد الله ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم وصبطه ومحبوبه الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وكنيته أبو عبد الله، وقيل أبو إسماعيل، وألقابه ثلاثة: الصادق والفاضل والطاهر، وأشهرها الصادق، ولقب به لصدقه في مقالته، وفضله أشهر من أن يذكر. كانت ولادته رضي الله عنه بالمدينة سنة 80 للهجرة، وقيل بل ولد يوم الثلاثاء قبل طلوع الشمس 8 شهر رمضان سنة 83، وقال بعضهم والأول أصح. أمه هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأمها هي أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. ولهذا كان يقول: ولدني أبو بكر الصديق مرتين. ورأى بعض الصحابة الكرام وأخذ العلم عنهم كأنس بن مالك وسهل بن سعد رضي الله عنهما، حدث عن أبيه أبي جعفر الباقر وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح، وروايته عنه في صحيح مسلم، وعن جده القاسم بن محمد بن أبي بكر ومحمد بن المنكدر والزهري وغيرهم من أئمة أهل السنة. حدث عنه ابنه موسى الكاظم ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج وسفيان وشعبة وإسماعيل بن جعفر وآخرون. كان رضي الله عنه معتدلا آدم اللون، ونقش خاتمه: ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفر الله. وكان رضوان الله عليه مجاب الدعوة، إذا سأل الله شيئا لا يتم قوله إلا وهو بين يديه بإذن الله تعالى. أما مناقبه فكثيرة تكاد تفوت عد الحاسب، ويحار في أنواعها فهم اليقظ الكاتب. قال أبو حاتم: جعفر لا يسأل عن مثله. وسئل أبو حنيفة: من أفقه من رأيت؟ قال: ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمد. وقال إسحاق بن راهويه: قلت للشافعي في مناظرة جرت: كيف جعفر بن محمد عندك؟ قال: ثقة. وروى عباس عن يحيى بن معين: جعفر بن محمد ثقة مأمون. حبه لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. عن زهير بن معاوية قال: قال أبي لجعفر بن محمد: إن لي جارا يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر. فقال جعفر: برئ الله من جارك، والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر، ولقد اشتكيت شكاية فأوصيت إلى خالي عبد الرحمن بن القاسم. عن سالم بن أبي حفصة قال: سألت أبا جعفر وابنه جعفرا عن أبي بكر وعمر، فقال: يا سالم تولهما
فإنهما كانا إمامي هدى. ثم قال جعفر: يا سالم، أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي، لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما. وعن الدارقطني حدث حنان بن سدير: سمعت جعفر بن محمد وسئل عن أبي بكر وعمر فقال: إنك تسألني عن رجلين قد أكلا من ثمار الجنة. بعض أقواله رضي الله عنه في التنزيه: من أقوال الإمام جعفر الصادق عليه السلام العظيمة النفع التي استقى معناها من آيات التوحيد والتنزيه، ومن الأحاديث النبوية التي أوضحت تنزه الله تعالى عن الشبيه والمثيل والمكان، قوله: من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك، إذ لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا أي مخلوقا. رواه الأستاذ أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية، والإمام الباقلاني في الإنصاف، والإمام الرفاعي في البرهان المؤيد وغيرهم. عقيدة الإمام الصادق عليه السلام في القضاء والقدر ورد في أمالي أبي الطاهر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن مؤمن حتى يؤمن بالقدر كله، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال الإمام أبو الحسن شيث بن إبراهيم المالكي الذي توفي سنة 598 للهجرة في كتابه حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر، روي أن قدريا دخل على الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام فقال له: يا ابن بنت رسول الله، تعالى الله عن الفحشاء. فقال له جعفر الصادق: يا أعرابي، وجل ربنا أن يكون في ملكه ما لا يشاء. فقال القدري: يا ابن بنت رسول الله، أيحب ربنا أن يعصى؟ قال: يا أعرابي، أفيعصى ربنا قهرا؟ قال: يا ابن بنت رسول الله، أرأيت إن صدني الهدى فسلك بي طريق الردى أحسن بي أم أساء؟ فقال عليه السلام: إن منعك شيئا هو لك فقد ظلم وأساء، وإن منعك شيئا هو له فإنه يختص برحمته من يشاء. فأفحم القدري وبهت ولم يجد جوابا، وهذا كلام حجته فيه، فما يحتاج إلى بيان ولا إقامة برهان، ولكن لا ينتفع به إلا من خلقه الله للجنة. من فتاوى الإمام الصادق المشهورة. أخرج الحافظ البيهقي في السنن الكبرى عن مسلمة بن جعفر قال: قلت لجعفر بن محمد: إن قوما يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة، يجعلونها واحدة يروونها عنكم. قال: معاذ الله، ما هذا من قولنا، من طلق ثلاثا فهو كما قال. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج أئمة وعلماء آل البيت، ملتقانا يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، لنتم الكلام في سيرة الإمام جعفر الصادق عليه السلام. فإلى اللقاء.